صوت يا عيني مظلوم والله، لازم يلف الكاميرا يوريك. 100 100 واخدين شهادتهم. جدا ان حضرتك موجود النهارده. احنا سعداء جدا جدا بوجوده النهارده، وبجد صوتك جميل جدا المسرح بجد حاجه جميله. لا بجد هو بيطلع من المود لمود تاني خالص. مساء الخير. اولا النجم وائل فل ده حبيبي، وعلى فكره صاحب الصوت الجميل واخ عزيز وصديق. حبيبي حبيبي الراجل ده بيتابعني من بدري جدا، بس اول لقاء بينا يعني. انا فين بقى الكاميرا؟ بص بقى الدنيا قوي والله. انا عايز اقول لكم ايه، بس تمام حبيبي يا غالي بيتابعني على طول. انا عايز اقول لك انا وائل فل بقى، ما يعرفنيش بقى من الناس اللي واقفه دي. انا وائل فل مذيع، بس ليا كده نكهه كده خاصه مش زي الناس المعتاده. كتير مننا عنده مواهب ومش عارف يستغلها. النهارده جه وقتها والناس هتسمعك كلها، بتكتب حلو سمعنا، بتعزف اله متعنا، عايزين نطلع مواهبنا في برنامجكم فن محوج مع وائل فل، برنامج هيظبط مزاجك. الله، انا راجل الله. مذيع ليا كده شكلي، انا راجل كاتب اغاني، عملت شغل لناس كتيره جدا. كنت بغني دلوقتي اغاني للفنان حماده هلال، عامل مسحرات محمد عدويه، عامل اغاني في ستار ميكر نجم احمد رطفي. اهلا اهلا حبيبي، ومثلت وعملت حاجات كتير، وانا بحب كل الناس والله من قلبي من قلبي من قلبي، اللي ما فيش غير كل المحبه. وهقول لكم بقى في الاخر بقى جماعيه اغاني حماده هلال بحبها. ياوت فين ياوت؟ قولوا الحبيب القلب ده ابو العين مالولو مالولو، قولوا الحبيب انا مش بنام اللي بطوله. الحب حلو حلو قوي، الحب حلو حلو قوي. يا نيا اللي رماني، يا نيا واللي رماني، قولوا الحبيب ان كان شاريني تعالى، قولوا الحبيب ان كان شاريني تعالى. هسمعكم بقى حاجه ما نزلتش خالص، كلماتي مش عايز احرقها، هقولكم بلي واحد دي نازله ان شاء الله يعني لنجم بدون ذكر اسماء. بتقول لك ايه بقى؟ على طول بتحلى دي احلى واحده، دي مامتها نحله وخلف عسل، سميتها سكر انا مش بهزر، ده جمالها يسكر قلب اتسطل. انتم منورين وانا مبسوط والله. يا حبايبي حبايبي يومكم جميل، وفن محوج برنامج هيظبط مزاجك مع وائل فل. احلى وائل فل حبايبي. فين المذيعه؟ فين المذيعه؟ شفتوا يا جماعه محبه الناس ده كنز. وائل واقف بيصور معانا عادي، وجمهوره اللي بيحبه اللي شافه بالصدفه جيت لم وساب كل حاجه. انا بحب الناس، بحب والله العظيم، مش بقول كلام بقى سوشيال ميديا اكيد انت عارفاني. انا بحب الناس وبتكلم بقلبي، انا بحب الناس بمشاعري، وده بيطلع على ملامحي، بيوصل الكلام اللي بوصله للناس. انا فعلا والله العظيم ما عنديش رياء ولا غش، انا فعلا الناس كلها حبايبي. انا خدام الكل، اللي عايز اي حاجه، عايز اي معلومه، اي حاجه ما دام في ايدي اعلم ربنا، انا اول واحد، واساله اللي يعرفني انا بقف معاه والله العظيم ما كلام. حبيبي والله حبيبي، انا مبسوط جدا ان انا معاكم النهارده، ويوم جميل وضربه حظ مع وائل فل. هي فعلا فعلا اهم حاجه في اي مجال ايا كان الحب. طبعا لو هو لو الانسان فنان اعلامي اي واحد في شغله محبوب، لازم 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 يعرف ان هو ناجح. طبعا. النجاح حب الناس، مش عمل بس، حب الناس في اي مكان بيبان، حب الناس، الناس بتحبك تعرف ان انت ناجح. وعايز اقول حاجه تاني، المحبه بتستر العيوب. لو انت فيك عيب هتلاقي حبيبك كمان اللي شايفك حلو، ده وحش انا شايفه بعيني، ده حبيبي. تملي بتستر العيوب. المحبه دي عارف انت ربنا لها محبه، يعني كل الاديان عموما سيبك من اي حاجه، هو دي المحبه. احنا بقى اللي بنبوظ بافكارنا وبشهواتنا وبالغرب بمعتقداتهم، احنا بندخل في سكه مش بتاعتنا، العوامل السلبيه جدا جدا عارف انت. وتملي عدم عديم المحبه ده تملي، تحس انه مؤذي، تحس انه ملامحه بتبان، تلاقيه عامل كده ليه يا ابني كده، وحشته بتبان. المحبه بتعمل سلام داخلي وبترسم ملامحك، اللي جواك بيبان بره. اللي يقول لك حاجه غير كده قول له كذاب. لو انت قلبك حلو هتلاقي ملامحك كلها حلوه اوتوماتيك لوحدها. والمحبه بتستر ايه؟ العيوب. المحبه بتستر ايه؟ احلى القاعده ولا ايه؟ لا وبرده برده برده بتخليك دايما حتى لو مش موجود برده بتبقى في قلب الحدث. طبعا طبعا هو دايما وائل فل في قلب الحدث في اي برنامج. كل ما
مكان بصمه يعني ما حدش ينسيك ابدا. والله بعد اللقاء الجميل ده انا هفضل فاكراك على طول يعني. ميرسي يا دكتوره ايه. ميرسي دكتوره ايه، بتمنى لها كل خير في حياتك، ربنا يفرح قلبك ويستر عرضك. بحب الدعوه دي قوي يعني. احنا سعداء جدا حبيبي. احنا سعداء جدا بامانه لما تشرفنا بحضرتك بامانه يعني. سعداء جدا، ربنا يوفقك دايما يا رب ونتمنى لك كل خير. مهمه جدا لان دلوقتي اي يعلم ربنا دلوقتي الناس بقى بتشوف الست عموما انها يعني دي ست عاديه، اعتبرها اختك امك، لازم يبقى في دماغك حاجه. ليه عاملها عادي يعني؟ مش بني ادم زيه زيك، هي بتعاملك عادي، عاملها انت عادي. انا عاملها عادي بس بتعاملها عادي. انا بتكلم ان الفكره ان وتملي الست مش ناقصه حاجه. الست يعني الست دي امك اللي كبرتك، الست كل حاجه، كل حاجه، وهي في بيتك، انت بتروح شغلك وبتيجي بتربي العيال وبتودي دروس وبيطلع عينيها. الست دي حاجه مهمه جدا في المجتمع، مش نص المجتمع، هي المجتمع كله كله. بيقول لك اه والله، ويقول لك ناقصات عقل ودين. انا عايز اقول لك عاقلين جدا بس هم خايف تروح. لا لا لا، هم حساسين. الست عموما الست بتبقى حساسه قوي، هي مش ناقصه، حساسه لدرجه ان مشاعرها بتحس انها بتتاذي بسرعه. الراجل ممكن يعدي عادي، اقل كلمه ممكن ترضيها يعني. اللي اتعلمه الكلمه الحلوه بتاكل عيش والله. يا ده يا تفهم اللي يعرف يقول. لازم نكتب اغاني زيك يا عم وائل. صباح الفل، تصبح على خير. انا مبسوط كنت معاكم. وازيك ازيك عامله ايه؟ انا مبسوط كنت معاكم بجد النهارده، يوم جميل، يوم كله تفاؤل. وفي الاخر نقول لكم فن محوك برنامج هيظبط مزاجك مع وائل فل وضيوف النهارده كل الناس الحلوه اللي حواليا. صباح العسل. طبعا كنا دلوقتي في لقاء جميل ما بين وائل فل، لقاء جماعي جميل. انا بحب الحاجات اللايف اللذيذه ديت، وبرنامج ضربه حظ لسه مكمل ريفيوهات كتير النهارده، انتظرونا.